وينضم إلينا عبر سكايب من إزمير المدير العام للهلال الأحمر التركي الدكتور إبراهيم ألطان. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني نتابع معك عمليات الإنقاذ، في أي مرحلة هي الآن، وإلى أي مدى يعني هناك بعد احتمال العثور على أحياء، خاصة بعد العثور على الطفلتين اليوم؟ طبعا طواقم الإنقاذ وصلوا إلى مرحلة الأخيرة، إن شاء الله اليوم أو غدا سينهون العمليات، وإن شاء الله لو يوجد هناك شخص حي يبحثون لكي يجدوه أو جثث متوفية، إن شاء الله سينهون عملهم اليوم ليلا أو غدا نهارا. هل هناك من يعني إحصائية أو رقم معين للمفقودين أو الذين ما زالوا تحت الأنقاض؟ هذه المعلومات نحن لا نعلن، يعلن أفاد فقط. طيب دكتور، يعني هنالك أيضا شريحة كبرى من الذين تهدمت منازلهم وباتوا دون مأوى اليوم، ونحن نعرف ما يفاقم من صعوبة الوضع أيضا انتشار جائحة كورونا. يعني حضرتك كنت حاضر في اجتماع لمجلس الوزراء، هل من إجراءات معينة سوف يتم اتخاذها تجاه هؤلاء؟ إلى الآن أقيمت أكثر من 2000 خيمة، وبدأ يبقون الناس في الخيم في 4 مناطق، ووصل عددهم حوالي أكثر من 3000 شخص الآن يبقون في الخيم، وهناك أيضا من يبقى في مبيتات الطلاب في إزمير، يعني عددهم على ما يقارب 200 شخص، وكل يوم كل دقيقة كل ساعة يزيد العدد. طيب هل من جدول زمني معين؟ يعني كما نعلم نحن على أبواب الشتاء، ذكرنا أيضا ظروف كورونا، هل من خطة على المدى القصير سيبقون إلى أي فترة أو أي مهلة محددة من الزمن، ومن ثم أين ينقلون بانتظار تأمين مأوى لهم؟ في اليوم أعلن وزير سيد مراد كروم أن البناء المؤقتة كروانات إن شاء الله ستقام خلال 20 يوم في إزمير، خصصوا مكان وأفاد بدأ يشتغل لأجل إقامة هذه الكروانات في إزمير، وسينقل الأشخاص بعد 20 يوم أو نقول 25 يوم من مبيتات أو من الخيام المؤقتة إلى الكروانات إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، حدثنا من إزمير عبر سكايب المدير العام للهلال الأحمر التركي دكتور إبراهيم ألطان.